وأغلب اللفت في الملح كويس جدا. لازم اللفت كله يتغلف بالملح تماما، الخطوة دي مهمة جدا جدا. هتحط بعد كده اللفت في المصفى، زي ما قولنا الخطوة دي من أهم خطوة لازم تعمليها علشان اللفت ينزل ميته كلها. فبعد كده تطمن ان هو عمره ما هيسود ولا هيطرى منك ولا اي بوغ ولا اي حاجه، ولا هيغمج منك ولا اي حاجه. لازم اللفتايه تنزل كل المايه اللي فيها، بسيبه حوالي 3 4 ساعات